ألف مبروك للتعاون أبو عبد العزيز. لو طالبنا التعاون بتحقيق البطولة نشكل عليه ضغط ولا الموضوع سهل ومتاح بصراحة؟ لا هو شوف هو أصلا بيعيش في إرهاق، يعني خاصة أن التعاون من الأندية اللي ما عندها فئات سنية جيدة، يعني التعاون دائما يستقطب، وصراحة مميز هو في استقطاب اللعيبة بعد ما يخلصون مثلا من الفئات السنية في الأندية الأخرى يستقطبهم عنده في الفريق الأول، يدخلهم المختبر حقه. أيوة فهو التعاون يعني الآن عنده 25 لاعب، فبيتعب صراحة، خاصة زي مثل ما تفضل أبو فيصل أنه في 26 يوم القادمة بيلعب تقريبا 8 مباريات ما بين محلي وآسيوي، وهذا بيشكل ضغط كبير عليه، ودكته ما هي زي الأساسي، هو يمكن عنده 12 أو 13 لاعب جيدين، ما عنده 20 أو 23 لاعب على مستوى كويس. لكن من حقنا احنا أن نطالب التعاون، ومن حق التعاونيين أن يأملون في هالبطولة، ولكن إذا حققوها فأكيد بيكون كل السعودية مبسوطة وفرحة، ولكن إن ما حققوها يجب أن يذهبون إلى أبعد نقطة ممكنة، يعني لا نقبل مثلا الخروج من دوري المجموعات، غير مقبول أنه فريق التعاون يخرج من دوري المجموعات وهو الوحيد الممثل السعودي في هذه البطولة، ولكن مثلا يخرج لا قدر الله، وأن كنا نتمنى أن يحصل على البطولة أن يخرج في دور الأربعة، يخرج في دور الثمانية، ممكن أن تكون مشاركة مقبولة. ولكن أنا بالنسبة لي أشوف أنه بالعكس نطالب التعاون أن يحققها، ونتمنى له أن يحققها، ولكن أنا أشوف أنه صعب تحقيقها بسبب عدم وجود عدد كافي من اللعيبة المميزين في التعاون.